اليوم نحتفل باليوم العالمي للسعار. عندنا ركن هنا بالمشاركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. طبعاً السعار هو من الأمراض المشتركة اللي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وهو مرض فيروسي حاد يهاجم جهاز العصبي. فترة حضانة المرض من شهر إلى 3 أشهر يعتمد على مكان الإصابة وعمقها وبعض العوامل الأخرى. طبعاً في حال وجود عضة إلى عضة حيوان يتم إبلاغنا إحنا في مركز الطب الوقائي. دور الطب الوقائي هو المتابعة مع المريض لأخذ اللقاحات اللازمة لوقاية هذا الإنسان، لأن السعار لو تمكن من الإنسان راح تكون مضاعفة جدا خطيرة، قد تصل إلى الوفاة. فإحنا دائما نشدد على أخذ اللقاح في حال كانت الإصابة عميقة أو الإصابة كانت سطحية. طبعا حاب أنوه على نقطة، في حال كان الكلب مسعور وعاد مثلا الإنسان، الإنسان هذا راح يصاب بالسعار. وقاية للإنسان على أساس كذا إحنا نوجهه للمركز الصحي لتلقي الخمس الجرعات اللي هو لقاح السعار لحمايته بإذن الله من الإصابة.